أسماء الله الحسنى يا أيها الإخوة من جملة معنى أحصاها وأختم بذلك وهي قضية مهمة. قال كثير من شراح الحديث: من ألح بسؤال الله تعالى باسم من أسمائه على نية المعنى الذي به جاءه من الله تعالى الإجابة من فضله سبحانه. قال إيش يعني؟ يعني لزمت اسم الله تعالى على سبيل المثال الغفار، وأنا أذكره ليل نهار: يا غفار يا غفار يا غفار اغفر لي اغفر لي، لا بد وأن تأتيك الإجابة. لزم اسم الله تعالى الكريم وهو يعرف في نفسه بخلا، يعرف حاله شحيح على نفسه على أولاده على أقربائه: يا كريم يا كريم ارزقني الكرم، يا كريم ارزقني الكرم، وألح وألح بذلك، لا بد أن تأتيه الإجابة من محض فضل الله تعالى عليه. من لزم اسم الله تعالى وقد عقدت عليه شؤون الدنيا في دراسته مثلا، في مجال عمله، في شؤون تجارته، في شؤون صناعته، لا يفتح عليه وقد أغلق عليه، فلزم اسم الله تعالى الفتاح بنية أن يفتح الله تعالى عليه وينور بصره وبصيرته ويهمه الصواب في حياته، فقال: يا فتاح يا فتاح، وأكثر ألفا ألفين ثلاثة، ولزم واستمر وألح على الله تعالى بها، يأتيه من فضل الله تعالى عليه الفتح في المجال الذي يطلب منه الفتح من الله تعالى. وهكذا قس على ذلك. فهذه قضية لطيفة جدا، انظر في أسماء الله تعالى الواردة وانظر فيما أنت مقصر أو فيما أنت محتاج، والزم هذا الاسم والح به، ادعو بكل الأسماء ثم ألح على هذا الاسم وواظب عليه بنية أن يكرمك الله تعالى بملزوم هذا الاسم، تنال من الله تعالى الفضل. أسأل الله تعالى لي ولكم أن يكرمنا بكل فضائل أسمائه الحسنى، والحمد لله رب العالمين.